مع بداية فصل الصيف قمنا بجولة ميدانية لمعرفة أين سيقضي المواطن عطلته، حيث أكد لنا البعض أنهم يرغبون في قضاء عطلتهم في استكشاف مناطق سياحية داخلية شريطة توفير لهم عروض تتوافق وقدرتهم الشرائية. أنا كل عام نروح الجيجل 10 أيام يطيحوا لي بعشر ملايين. أنا في بلادي نقدر نخرج ندير التوريزم تاعي وين حاب، كاين جبال كاين صحراء كاين نقصوا برك السومة هذيك السومة هذيك هذاك هذاك هذيك السومة اللي تولي السياحة هنا في بلادنا. أنا لو كان الآخر يحبطوا في الأسعار نولوا نعقبوا لي فاكونت هنا وما يروحوش الناس للترونجي. أنا كأربع عائلة ماذا بيا نعقب بين الشمال 3 مليون 3 مليون 500 سي ان بري ريزونابل. فيما أكد لنا البعض الآخر أنه يميل إلى قضاء العطلة خارج الوطن، خاصة وأن التكلفة تكون نفسها مقارنة بالأسعار التي تعرضها الوكالات السياحية في الجزائر. ما من الأسعار منخفضة بارابور لحنايا. حنا اللي يا با ديكيليب حنايا، اليوم تسيبين صوم هكذا غدوهم داك تولي تسيبي لا صوم تبدلت. دائما نحاولوا جهدنا الجهد اننا نخفضوا الاسعار، كل هذا لاننا نتكلموا مع المستثمرين من اجل يعني حتى الاستثمار تاعو يقدر يرجعوا على المدى الطويل ماشي على المدى القصير. ولهذا من هذا المنبر رانا نوجه نداء للمستثمرين يعني ياخذوا بعين الاعتبار القدره الشرائيه للمواطن حتى المواطن البسيط يقدر يسافر. تعمل بعض الوكالات السياحية على استقطاب زبائنها لقضاء عطلة مريحة داخل الوطن، خاصة مع دخول مؤسسات فندقية جديدة حيز الخدمة، وتبقى عقلانة الأسعار المطلب الوحيد للمواطن.